ورجعنا لكم آخر فقراتنا النهاردة عن الزراعة والكارت الذكي للفلاح. إيه هو الكارت الذكي للفلاح وهتقوم بإيه الخدمة دي وهتفيده إزاي؟ هنعرفه مع الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والأستاذ بكلية الزراعة. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا عارفين الكارت الذكي بتاع البنزين بس الكارت الذكي للفلاح هو عبارة عن إيه؟ يعني اسمحلي حضرتك في البداية يعني أقول على حاجة مهمة على تخص الاستراتيجية أو النهج اللي بتبع وزارة الزراعة حاليا. كويس. وزارة الزراعة حاليا بتتبنى خطة طموحة خاصة بالتحديث الزراعي. لما نتكلم عن التحديث الزراعي بنتكلم عليه في محاور عديدة. فمن ضمن هذه المحاور ان احنا بننقل المزارع المصري الى خطوة خاصة ايضا بموضوع التحديث. احنا كان عندنا مشكلة، هذه المشكلة بتتعلق ان الفلاح لما بيجي يبيع المحصول بتاعه اللي احنا بنقول العرق بتاعه طول الموسم ممكن يخش وسطاء في هذه المنظومة وياخدوا المحصول منه وهم اللي يبدأوا يوردوه للجهات الاخرى او هم اللي يبيعوه لجمهور المستهلكين، والحلقة الوسيطة دي كانت بتاخد جزء كبير جدا من هامش ربح الفلاح اللي هو المزارع اللي الدولة كلها بتسعى انها عاوزة تجيب له أربحية كويسة وتضمن ان الدعم اللي الدولة بتصرفه يوصل في جيب هذا المزارع. وطبعا السعر بيبقى اعلى لما يبقى فيه وسطاء، السعر بيبقى اعلى على المستهلك في اخر بيلاقي سعر المنتج عالي. تمام. عليه. وبالتالي تم مشروع قومي كبير جدا على مستوى مصر. احنا من ساعة يعني ما بدأ المشروع ومعي وزير الزراعة مولي لهذا المشروع كل الجهد، واحنا ما بنتكلمش على حاجة على ورق، يعني احنا بنتكلم على انجاز حقيقي. ادي حضرتك الكارت، وهذا المشروع هو نتاج تعاون ما بين عدة وزارات. الوزارة الأساسية في وزارة الزراعة لأن هي الجهة اللي بتخدم على الفلاح، بيتعاون مع وزارة الزراعة جهة تنفيذية وزارة الإنتاج الحربي عن طريق هيئة النظم والمعلومات عندهم عشان يطلعوا الكارت. عشان يطلعوا الكارت، ودي طبعا إحدى الصراحة العملاقة في مصر كجهة أصيلة وأمينة على هذه البيانات لأنها دي أمن قومي. والجهة الاستشارية هي وزارة الاتصالات، والجهة الممولة هي وزارة المالية، واللي بيخطط للموضوع ده كله وزارة التخطيط. يعني ده مشروع تعاون ما بين خمس وزارات، وإن شاء الله نشوف حاجة يعني تبقى ناجحة. بس الكارت ده عبارة عن إيه؟ يعني ده بيروح لمين؟ تمام. وعلى أي أساس بيقدر يستلم؟ يعني إيه الإجراءات المطلوبة عشان يطلع كارت زي ده؟ الكارت ده حضرتك ليه خطوات عشان نوصل لهذه المرحلة. دي مرحلة تجريبية خاصة بأحد الجمعيات الزراعية اسمها أبو سوير في أحد المحافظات اللي هي محافظة الإسماعيلية، لأن وإحنا شغالين في المنظومة بيعملوا حاجة اسمها تجريب عشان نشوف نجاح طبعاً المنظومة دي. فتم أخذ جمعية كموديل وشغلنا عليها. الموضوع ده عشان يبدأ بيتعمل حاجة اسمها الأول تنقية الحيازات. ما دي بقى أهم دي حاجة، موضوع مهم جدا، دي أهم جزء. أيوة. ليه؟ لأن أنت كان عندك مشكلة في السنين القديمة اللي فاتت دي كلها أن متخذ القرار عشان ياخد رقم حقيقي يبني عليه استراتيجية، هذا الرقم قد يكون غير مدقق. النهاردة لما بتعمل هذا النظام فانت بتعمل عملية حصر وتدقيق لكافة الحيازات الزراعية على مستوى كل المحافظات في مصر، وبالتالي هيبقى عندك رقم حقيقي يعرفك الزمام المزروع عندك، وهذا الرقم يسوى كتير لان هيتيح للدولة ومتخذ القرار ان يبدأ في هو بيحط السياسة الزراعية يبقى عارف هيزرع قد ايه في الموسم الصيفي، هيزرع قد ايه في الموسم الشتوي، ويبدا يوجه هذه الزراعات اللي هي تخدم على سياسه الدوله. فهيبقى عندي قاعده بيانات ومعلومات خاصه بكافه المزارعين وبكافه الاراضي
الحقيقية المنزرعة. هذه البيانات تتيح لي أنا كمان حاجة مهمة جدا كوزارة الزراعة، لأن هيبقى في غرف تحكم آلية اللي هي بتدخل البيانات وبتتابع الكلام ده وتحدثه باستمرار، لأن هو مش مشروع هيتعمل وخلاص على كده مرة واحدة، ده هيبقى في استمرارية لتحديث أي بيانات تضاف على الكارت، بحيث المزارع هنا متسجل بياناته سواء كان هذا المزارع حائز لأرض زراعية أو سواء كان مستأجر، مش لازم يبقى عنده أرض، ممكن يعني الكارت ده ممكن يطلع لمستأجر مش طبعًا صاحب الأرض بس. طبعا مستأجر، عشان لأن أنا الهدف الأساسي إن أي دعم الدولة بتصرفه ودخل للزراعة هو الهدف إنه يوصل لمين؟ للمزارع الفعلي والحقيقي، سواء كان هذا المزارع مستأجر أو سواء كان مالك. فالكلام ده برضو هيبقى في ميزة تانية، أنا عندي أي فرق دعم موجود على الكارت، هذا الفرق الدعم أنا بصرف أسمدة ما بعرفش أصرفها غير بإيه؟ بالكارت. وبالتالي حتى السلع المدعمة اللي الدولة بتديها للفلاح سواء كان سماد أو سواء كان في المستقبل تقاوي أو سواء كان سولار مثلا، لما يجي يصرفه ما يروحش أي حد غير مستحق لهذا الكلام يصرفه، لأن مش هيعرف يصرفه غير بإيه؟ بالكارت اللي هو الحيازة الإلكترونية أو إحنا بنسمينه كارت الفلاح أو الكارت الذكي. هي طبعا دي مشكلة كبيرة للمزارعين إن هم يقدروا يصرفوا الدعم المخصص ليهم، لأن كتير قوي بيروحوا ما بيلاقوش السماد اللي هو أو ما بيلاقوش السولار. لا هو ده يضمن إنه يوصل له حقه، وفي نفس الوقت يتيح لي كوزارة الزراعة كجهة إشرافية ورقابية إن الحيازة لو حصل عليها أي تجاوز او بنى على الاراضي الزراعيه مثلا على سبيل المثال، ودي مشكله احنا بنجابيها دلوقتي بكل قوه، تبان هنا عندي في السيستم، فلو عنده مخالفه حتى لو هو مالك وعمل مخالفه مش هيعرف يصرف الدعم، يبقى انا كده بعرف اعمل نوع من الحوكمه واقلل من التعديات على الاراضي الزراعيه، لان اللي هيبقى عنده مخالفه خلاص مش هيعرف يصرف اي، مش هيبقى ليه ميزه نسبيه واقدر اوقف الخدمات بتاعته. فالكلام ده هيعمل نوع من الرقابه، هيخلق نوع من الاليه الخاصه بالرقابه، وفي نفس الوقت هضمن وصول الدعم لمستحقيه، وهدقق من خلاله كافه البيانات الزراعيه اللي عندي على مستوى الجمعيات والقرى والنجوع وكل المحافظات، فيبقى عندي قاعده معلوماتيه قويه اقدر اعمل عليها تخطيط سليم لهذا الرقم الحقيقي. هل الرقم ده او الكارت ده كمان يقدر يعني يساعد الفلاح مثلا من اي حد يتعدى على ارضه ويحاول يغتصب الارض دي؟ طبعا. لان حضرتك عارف طبعا في الزراعه مش ما بيبقاش في عقود مسجله، بتبقى الحيازات بعقود قديمه من زمان وكلها ورقيه كده مكتوبه، والورقه نفسها بتاعت الحيازه ورقه كده بخط الايد، فده بيفتح الباب للتعديات على كويس أو املاك الناس. ازاي نقدر نتفادى؟ ما هو في المرحله اللي احنا شغالين فيها الاولى بتبقى بتعاون مع هيئه المساحه، ان هيبقى في تدقيق للزمامات الزراعيه، هيليها مرحله تانية الحصر بتاع الحيازات وتدقيقها دوت، اللي الموضوع اللي حضرتك اتطرقت عليه اللي هو خاص بالملكيه، هيتم تاصيله وهيبقى متوثق على شبكه معلوماتيه. وقلنا احنا في بداية الموضوع لما جينا نتكلم قلنا اللي بيقوم بالكلام ده وزارة الانتاج الحربي، يعني جهة قومية وجهة أصيلة وأمينة في نفس الوقت، وحط تحت كلمة أمينة دي كذا خط، يعني هيبقى عندي شبكة معلوماتية مظبوطة بحيازات مدققة بما فيها الملكية اللي لا تتيح لحد انه يلعب فيها في المستقبل. تمام؟ فالموضوع ده زي ما حضرتك تفضلت كده هيؤصل الملكية ويمنع التعديات اللي كانت بتحصل ووضع اليد والكلام ده كله، ده هيعالج هذه ايه السلبيات. طيب المزارعين يعني مهمين جدا لمصر اقتصاديا طبعا وانتاجيا وكل حاجة طبعا. ازاي نقدر يعني نساعد المزارع على ان هو يزرع اكتر، ان هو يلاقي الحافز، ان هو يلاقي الدخل اللي يساعده، ان هو ما يتعبش لما بعد ما بيتعب طول السنه مش عارف حتى يبيع المحصول بتاعه بالسعر اللي يخليه يعيش حياه كريمه، وبالتالي اولاده بيسيبوا الزراعه اصلا ويروحوا يشتغلوا في حاجات تانية، فنلاقي ان الزراعه يعني قلت بكتير. ازاي المنظومه دي في نقدر يعني نشتغل عليها ونقوي المزارع الحقيقي الاصلي
بجانب طبعا مشروع المليون فدان ومليون ونص فدان، بس انا بتكلم على المزارع الاصلي الفلاح اللي احنا يعني متربين عارفينه كويس جدا واهميته في الوطن. احنا كوزارة الزراعة الاستراتيجية بتاعتها بتهدف انها بتخدم على المصالح بتاعت الفلاح. يعني احنا في مشروع اخر وزارة الزراعة شغالة فيه حاليا بعد مشروع الكارت دوت، اللي هو التأمين الصحي. التأمين الصحي واحنا يعتبر ان انهينا كل الاجراءات بتاعته، لسه في جزئية دلوقتي بتتنسق ما بين وزارة الزراعة وهيئة التأمين الصحي عشان يبدأ يتم استصدار كارت خاص بالتأمين الصحي للمزارعين اللي هم ما بيعملوش في اي قطاع عام ولا قطاع خاص، فملوش رعاية صحية، فده بيتعمل له نظام خاص بيه. الحاجة التانية ان وزارة الزراعة برضو بتوفر تقاوي. احنا عندنا قطاع موجود اسمه قطاع انتاج التقاوي. هذا القطاع منوط اليه ان هو بينتج تقاوي بسعر اقتصادي عشان يعمل موازنة لسعر التقاوي في السوق، عشان السعر بتاعها ما يرتفعش ويبدأ يتيحها للفلاح بجودة عالية. القصة مش قصة انتاج تقاوي بس، ده احنا عندنا في تعاون ما بين مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء. في هذا التعاون بيتم وهو الجهة البحثية الخاصة بوزارة الزراعة بتنتج أصناف وهجن حديثة. هذه الهجن بترفع الإنتاجية، وبالتالي لما ارفع إنتاجية وحدة المساحة أو وحدة الفدان يبقى أنا كده بكسب الفلاح إيه؟ أكتر، وبدخل دخل قومي للبلد أكتر. طب انا عايز ارجع لموضوعات مهمه جدا، عايز ارجع للتامين الصحي بس ده مهم. اتفضل. امتى هيشوفوا التامين الصحي المزارعين وهيتعاملوا بيه، وايه هي اهم مميزاته ليهم؟ يعني على اي اساس بيتم مثلا تحديد القيمه والعلاج ليه؟ هو ده مشروع كبير اصدر بقرار جمهوري. المشروع ده بيمول من وزاره الماليه وبيمول من وزاره الزراعه. اجمالي الخدمات اللي هي بتقوم بيها وزاره الزراعه وجزء من أرباح الجمعيات الزراعية كلها بيتحط في الحصيلة بتاع المشروع بتاع التأمين الصحي، وبيساهم الفلاح في تمن الايه؟ تمن إصدار الكارت بس. وبتبقى تقريبا رقم ما هوش كبير، حوالي 120 جنيه في السنة. فإحنا دلوقتي في تفاوض مع وزارة الصحة في هيئة التأمين الصحي إن 120 دول تدفعوا بإيه؟ في صورة أقساط، عشان ما يدفعوش مرة واحدة، لان بعض المزارعين يعني بيبقى عاوز نوع من التسهيلات في الدفع. ودي هتغطي شامله، تبقى شامله للرعايه الصحيه كل بكل جوانبها. يا فندم تمام. وعاملين مثلا على امتى ان شاء الله نقدر نشوف ان شاء الله يعني في الشهور، يبقى في شهور نقدر نشوف الفلاح يعني عنده على الاقل حته طمانينه من ناحيه العلاج الصحي بتاعه. وبعدين احنا يعني كنا بنتكلم برضو من شويه التقاوي، بنتكلم في حاجة الأصناف دي حاجة كبيرة جدا على فكرة، ان حصل طفرة في الأصناف اللي الوزارة بتنتجها، والهجن والتحديث اللي تم في كل الحاصلات الحقلية تحديث رائع جدا، عاد بان هو بيرفع القيمة الانتاجية بتاعة الوحدة المساحية او وحدة الفدان. برضو الوزارة بتولي أهمية كبيرة جدا بأنها تحل مشاكل خاصة بالإنتاج وإجادة محاصيل بديلة مربحة للفلاح. طبعا حضرتك عارف احنا عندنا دلوقتي تحديات، زي ما كنت لسه حضرتك في برنامج حضرتك من شوية بنتكلم على تحديات خاصة بالمياه، تحديات خاصة بالري. فالوزارة في استراتيجية موضوعة لإيجاد محاصيل تنافسية وخصوصا في العروة الصيفية. فاحنا عندنا محصول هام جدا اللي هو محصول الذرة الصفراء، ده محصول تنافسي عشان يرغب المزارعين ان هم يزرعوه كبديل لزراعة الارز، عشان نوفر كمية كبيرة من المياه. الخطة اللي خدتها الوزارة عشان توفر وترشد في استخدام المياه كانت على كذا محور. لو جينا نتكلم على محور الرز كرز كمحصول رز، ان هناك عديد من الاصناف الهجن اللي تم انتخابها، وهذه الاصناف مبكره في الانتاجيه
ولما نقول مبكرة في الانتاجية يعني بتقعد فترة قليلة فبتاخد عدد ريات اقل فبتوفر في المية. لما بنقول هجين يعني بيدي محصول شبه متضاعف. احنا النهاردة وصلنا ان فدان الرز بدل ما كان بيدي زمان 2 طن للفدان وصل دلوقتي 4.2 و4.3 و4 طن للفدان، كل ده بجهود خاصة باستنباط هذه الاصناف وهذه الهجن. النهاردة بنقول ان هذا المحصول بتاع الذرة الصفرة دوت كان مزروع منه الاول مساحات ضئيلة جدا. السنة اللي فاتت الوزارة تبنت هذا المشروع، المساحة اللي كانت مزروعة السنة اللي فاتت 2015 كانت في حدود 500,000 فدان. المساحة اللي مزروعة النهاردة حضرتك وصلت الى 790,000 فدان، يعني قرب 800,000 فدان. يعني ده رقم نهائي، رقم صغير، ويا ريت نبني على ده بقى في كل المحاصيل اللي مصر محتاجاها واللي هتقدر تمام. فعلا انها تبقى مفيده للاقتصاد تمام. المصري وللمزارع تمام. احنا طبعا عندنا موضوعات كتير نتكلم فيها، ولكن للاسف وقتنا خلص، وقت الحلقه خلص. فيعني ان شاء الله نستكمل حوارنا ان شاء الله في الحلقات القادمه. استاذ دكتور احمد ابو اليزيد رئيس قطاع الخدمات بوزاره الزراعه والاستاذ بكليه الزراعه، شرفتنا النهارده يا فندم. اهلا وسهلا. وبكده نكون رحنا أو جينا لغاية نهاية حلقتنا النهاردة. بكرة إن شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد ومصر جميلة.